اهلا بكم من جديد. وما بين خط مواجهة الإرهاب وهناك خط آخر، طريق آخر يجب أن يعني نبدأ السير فيه، ويمكن نكون متأخرين فيه، وهو الطريق السياسي. هل حان وقت العمل السياسي إن احنا نفكر بشكل استراتيجي، نفكر بشكل سياسي، مبادرات على المائدة، كيف نخرج من هذا المأزق بأفكار سياسية خلاقة، بمحاولة يعني خلق شكل للمستقبل، ولا ما زلنا سنبقى في خندق مواجهة الإرهاب بشكل أمني في هذه الفترة؟ يعني هل إحنا دلوقتي لن نستطيع نتحرك سياسيا إلا بعد التخلص من هذه المواجهة الحاسمة مع الإرهاب، أو نشوف هنعمل إيه في اعتصاماتنا النهضة ورابعة، ولا السياسة يجب أن تسير بالتوازي في هذا الوقت؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي: الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ ناصر أمين، الناشط الحقوقي. وأبدأ بك أستاذ ناصر، حيث كنت في وفد من شخصين، حضرتك والأستاذ محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، لزيارة للدكتور مرسي في محبسه. أنا عارفة طبعاً أنه ربما لا تستطيع أن تقول كل شيء، لكن إيه اللي تقدر تقوله لنا حول هذه الزيارة؟ مهمة، هي التارجت الأول، وبالتالي التأمين أشعرنا بالارتياح، لأن احنا كنا خايفين جداً أنه هو يكون موجود في مكان يسهل اقتحام الجماهير ليه من أي من الطرفين في حقيقة الأمر، يعني سواء من هنا أو من هنا، وبالتالي تعريض حياته للخطر، لأنه دي بتبقى بعض الممارسات اللي بتتم في بعض البلدان، يعني إنه ممكن يتم احتجاز شخص أو يعني بشكل أو بآخر، ثم يوضع في مكان مهمل التأمين، فيتم الانقضاض عليه من خصومه، وتتبرأ الدولة من أنها لم تفعل شيئا معه، لكنها في حقيقة الأمر ترك الأمر للجماهير، وبالتالي التأمين اللي كان حاصل كان تأمين راقي. أشعرنا بالاطمئنان كثيرا على المكان المحتجز فيه، يعني مع اقتربنا طبعا من المكان اللي حاصل فيه الاحتجاز. طبعا احنا يعني فوجئنا هناك انه الدكتور مرسي لم يكن لوحده، لكن هناك اخرين محتجزين معاه، يعني وهو السفير محمد رفعت طهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، والاخ او الاستاذ اسعد شيخه اللي هو مدير مكتب الرئيس. دي معلومة عرفناها بمحض الصدفة، يعني بمجرد الاقتراب من المكان هناك. في البداية طبعا لم نلتقي بالرئيس مرسي مباشرة، كان يعني سامعين الصوت، يعني هو هل كان في أوضة مثلا وانتوا في أوضة ولا لا؟ يعني هو كان في مكان واحنا بجوار المكان، يعني في مكان معد للوفد ان هو يجلس فيه عشان يقابل المحتجزين، يعني لكن سمعنا الصوت، يعني فيها بعض الاحتجاجات على فكرة انه لم يكن يعلم بموعد الوفد، فلم يكن جاهزا للاستقبال، وده مسألة ممكن نقدرها تماما، لانه يعني علم بوجود الوفد قبلها بدقائق معدودة، وبالتالي لم يكن مستعدا لاستقبال الوفد، ولذلك اعتذر عن المقابلة، واوفد السفير طهطاوي للقائنا نيابة عنه، وحتى نستطيع ان نسأله عن الاوضاع. يعني في البداية السفير طهطاوي ما كانش عارف حتى مكونات الوفد، لكن لما خرج ولقى الأستاذ الوزير محمد فايق، وهو أحد تلاميذ، يعني يعد طهطاوي أحد تلاميذ الأستاذ محمد فايق، يعني عندما كان في الخارجية المصرية في وقت من الأوقات، اطمأن كثيرا على مكونات الوفد، وشعر بالارتياح يعني، وبدأ في الحديث، وبدأنا في سؤاله مباشرة، يعني كان يريد أن نتحدث في مسائل سياسية، لكننا يعني أخبرنا بأننا وفد حقوقي بالدرجة الأولى، ليس لنا شأن بالوضع السياسي، وليس لنا شأن بما حدث، هل هو ثورة أم انقلاب أم مثل هذه الأشياء، ونحن مهتمين أكثر بالإطلاع على أوضاعهم المعيشية وأوضاعهم الصحية والإطمئنان على سلامتهم بشكل أساسي، وسلامة الإجراءات كمان التي تتخذ بحقه. بعد أن اطمأننا بدأنا نتحدث، وسألنا عن كثير من الأسئلة التي نريد أن نعلمها، يعني منها طريقة التعامل معهم، ودي كانت المسألة بالنسبة لنا مهمة، وأفاد السفير طهطاوي بأنه هناك معاملة راقية من الضباط المكلفين بالتأمين والحراسة، وأن هذه المعاملة تفوق الوصف، يعني من الاحترام والإكبار، يعني وأنه أي متطلبات الكلمة فعلا على الجميع أن يتصورها، أنه أي طلب
بيطلب بينفذ فورا وبيحضر فورا وفي غضون دقائق قليله يعني بتكون الحاجه حاضره. اي متعلقات شخصيه او اي مسائل لها علاقه باللبس اكل شرب اي حاجه في الدنيا يعني. كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نطمن على صحتهم الصحه العامه ليهم، هم بصحه جيده، الرئيس بصحه جيده جدا ما عندوش اي مشكله صحيه هو وحتى مرافقيه. سالنا الحرس اللي موجود عن تامين طبيب مقيم اقر بوجوده بالفعل، ولكنه لم يطلب منذ تاريخ وصول الدكتور مرسي الى محبسه يعني، بما يعني انه لا توجد هناك مشاكل صحيه يعني قويه او الى اخره يعني. كان يهمنا بالدرجه الثانيه في هذا الموضوع فكره الضغوط، هل مورس الضغوط اثناء التحقيق مع الدكتور مرسي؟ فافاد السفير طهطاوي بانه لم يكن هناك اي ضغوط من اي نوع على الاطلاق، بل على العكس كان التحقيق راقي للغايه. المحقق يعني سيد قاضي التحقيق يعني كان بيمارس دوره القضائي بشكل طبيعي جدا. الدكتور مرسي كان متمسك بحقه في ان لديه حصانه اجرائيه باعتباره رئيسا للجمهوريه وفقا لاحكام الدستور، وان هناك اجراءات خاصة منحها الدستور للتحقيق مع رئيس الجمهورية وأنه متمسك بها. أثبت ذلك المحقق في المحضر وجعله يثبت كل ما يريد إثباته من معلومات، وده كان أمر جيد. بس اللي تأكدنا منه احنا بشكل أو آخر أنه لم يحدث أي ضغوط ولم يحدث أي تهديد ولم يحدث أي ممارسة ضغطة على رئيس أثناء فترة. بس هل أجاب على أسئلة؟ كان بيتمسك بحصانة، بيتمسك بالحصانة، يبقى لن يتحدث، بيتمسك بالحصانة من ناحية ومن ناحية أخرى كان في بعض الأسئلة يردوا عليها يعني، لا أريد أن أخوض فيها لأن هناك حظر نشر فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية. اطمأننا يعني، كان هذا الاطمئنان بالنسبة لنا. الشكوى الوحيدة اللي كانت موجودة هي شكوى أنهم محتجزين في مكان غير معلوم، وبالتالي يصعب الاتصال باهلهم وزويهم ويصعب الاتصال بمحاميهم، وده امر احنا في يعني في قواعد عمل حقوق الانسان بنعلم ان هناك حقوق مرتبطه ببعضها. الحق الخاص بمساله الاحتجاز في مكان معلوم، وده حق فعلا مكفول لكل المحتجزين يعني، بيرتب حقين اخرين، حق الاتصال بالزوي زوي الاهل يعني، وحق الاتصال بالمحامي. لكن لو كان هناك اقرار بالاحتجاز في مكان غير معلوم، فبطبيعه الحال بيتم تقليص الحقين الاخرين، وبالتالي هم مرتبطين بوجود بالحجز في مكان غير معلوم. هل يبقى اذا ما كانش معاه محامي وقت التحقيق؟ وقت التحقيق لم يكن معاه محامي، هي يعني دي وفقا للمعايير الدوليه هي مخالفه، لكن وفقا للقانون المصري ما هيش مخالفه. لانه القانون المصري عندنا، قانون الاجراءات المصري، ما بينصش على وجوب حضور المحامي مع اي حد بيتحقق معاه. يعني الحضور مش وجوبي، يعني حضور المحامي مش وجوبي، جوازي. يعني يجوز للنيابه ان تبدا التحقيق قبل ان يحضر المحامي او حتى في غيبه المحامي. دي وفق الاحكام قانون الاجراءات المصريه، واحنا كنا كتير طالبنا في فتره السنه اللي فاتت بضروره تعديل هذه الماده وضروره الزام المحقق بان يكون هناك محاميا، وبالتالي تم تطبيق قانون الاجراءات على الحاله اللي موجوده باعتبار ان هناك حاله امنيه شديده التعقيد تستوجب ان المحقق يبدا تحقيقه دون حضور محامي. ولكن التحقيق كما اقر لنا السيد طهطاوي بانه كان حاضرا للتحقيق وكان مشاهدا له ومتابعا لمجرياته. لهذا الحد نحن اطمأننا بشكل كبير، ولكن كانت الملاحظه الاساسيه هي عدم قدرتهم على الاتصال بزويهم او الاتصال بالعالم الخارجي، ودي ايضا من الحقوق المكفوله بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان. بالقطع، ودي اسئله اثيرت يعني، طب هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ احنا طبعا عارفين ان حقوق الانسان بنقسمها نصين، قسمين اساسيين يعني، في حقوق لا يجوز الانتقاص منها ولا يجوز المساس بها ولا يجوز تعطيلها على الاطلاق، ودول اربع حقوق اساسيه. ما عدا الاربع حقوق دول اي حقوق اخرى يجوز تقليصها. طب ايه هي الاربع حقوق؟ الاربع حقوق هو حق الانسان في الحياه، حقه انه يعيش ما حدش يموته يعني، حقه في انه ما يتعذبش، حقه في عدم التعرض للتعذيب، حقه في الا يتعرض للعبوديه، وحقه في الا يتعرض للمساس بعقيدته بمعتقده يعني. الاربع حقوق دول بنسميهم حقوق مقدسه. دول الاربع حقوق المحميين في كل الحالات، سواء في حاله اضطراب، حاله صراع مسلح، حاله اعتقال، حاله طوارئ، حاله حرب حتى. يعني عايز اقول ان الحقوق دي مضمونه حتى لو كانت الدوله في حاله حرب، لو كان في عدوان عليها لا يجوز للدوله انها تمس الاربع حقوق دول او تقلل من حجمهم او مساحتهم لاي انسان، او تبرر لنفسها حتى انتهاكهم يعني. لكن ما عدا ذلك، من حقوق اربعه، من الحقوق الاربعه، اي حق اخر
يجوز المساس به او يجوز تعطيله لفتره زمنيه محدده. زي مثلا الحق في الاحتجاز، حق الاحتجاز في مكان مع المعوم يمكن ان يعطل، حق الاتصال بمحامي يمكن ان يعطل، حق الاتصال بالزوية ممكن ان يعطل، حق حريه الراي والتعبير ممكن ان تعطل، حريه التجمع السلمي يمكن ان تعطل، حق التظاهر يمكن ان يعطل. دي من حقوق القابله للتعطيل بشكل مؤقت يعني، وهو ده المفهوم اللي احنا عايزين نقوله لحقوق الانسان، ما هياش في المطلق، المسائل ما هياش في المطلق يعني. الاربعه المطلقين هم الاربعه الاساسيين اللي حكينا عنهم، ما عدا ذلك غير مطلق، ويجوز اذا كانت هناك ضرورات حفظ امن قومي او حفظ امن عام للبلاد، يجوز للسلطات او يجوز للحكومه ان تتدخل بتقييد بعض الحقوق لفتره زمنيه محدده، لكن ما يبقاش فترات طويله يعني. يعني يرجع، عشان كده احنا رفعنا توصيتنا بعد انتهاء الزياره بانه ان احنا اطمأنينا على المعامله الجيده والممتازه فعلا مع الرئيس مرسي والمرافقين له، وكذلك حالتهم الصحيه اطمأنينا عليها، وايضا التاكد من سلامه الاجراءات التي اتخذت، ولكننا اوصينا بانه بقدر الامكان وفي اسرع وقت يعني ممكن، اذا ما اتيحت او تحسنت ظروف البلاد يعني، يجب ان يعني فعل كل شيء يؤدي الى نقلهم الى مكان معلوم، او فعل اي شيء يؤدي الى اتصالهم بزويهم، وفعل اي شيء يؤدي الى اتصالهم بمحاميهم الذين يختارونهم. هل مثلا من اسئلتكم اكتشفتوا ان هم مثلا بيتفرجوا على تلفزيون على درايه بالوضع في الخارج، ولا ما بيشوفوش؟ لا، في اتصال يعني، في مش اتصال بالعالم الخارجي، لكن في عندهم تلفزيون بالفعل، وفي قنوات، ولكن قنوات المتاح حتى هذه اللحظه هو التلفزيون الارضي المصري اللي هو قناه اولى وقناه ثانيه، لكن هم لا يرغبون في ذلك، يرغبون في مشاهدة قنوات أخرى. طبعا قلنا أن ده يعني هم طلبوا مثلا قناة الجزيرة على سبيل المثال مثلا، مش يعني بشكل أو بآخر يعني، أنهم كانوا يفضلوا يعني أنهم يتفرجوا على قنوات تانية. قلنا طبعا أن ده أصلا تزايد شوي بشكل أو بآخر يعني، وأن الظروف هناك في المكان مش سمحة بدوت على الإطلاق يعني، لكن وجود تلفزيون في حد ذاته ده شيء جيد للاتصال بالعالم الخارجي أو معرفة ما يحدث في الخارج. هل اشتكوا من اي حاجه؟ هل السفير فهد طهطاوي اشتكى شكا من اي شيء؟ الشكوى الوحيده هي شكوى انه يعني يريد ان ينتقل الى مكان معلوم حتى يتم الاتصال بزويه واهله وكذلك محاميه. بالمناسبه عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان السفير طهطاوي في سؤاله لما سالناه عن هل تم التحقيق معه من عدمه، هو نفى ان يكون هناك تحقيق قد تم معه، وهو اشار ان هو مش محبوس ومش محتجز، وان هو جاء هنا طوعية برغبته ليرافق دكتور مرسي. نفس الشيء بالنسبه للشيخ، غالبا بالنسبه للشيخ نفس الموضوع، على اعتبار ان هو ايضا لم يجرى معه تحقيق، واللي حصل انه اثناء محاوله اقتحام الحرس الجمهوري وكان ساعتها الرئيس موجود في مكان معلوم. يعني دي 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 لحظه الانتقال من الاحتجاز في مكان معلوم الى الاحتجاز في مكان غير معلوم. لحظة التواجد في مكان غير معلوم كان دار الحرس الجمهوري، لكن في اليوم اللي هو تقريبا يوم 5 أو 6 عندما تم اقتحام أو تم الاقتراب من دار الحرس الجمهوري وحدث محاولة اقتحام ثم اشتباك وإطلاق نار كثيف، الحرس اضطر ان هو يعني لإنقاذا للرئيس من هذا الموقف، فتم إخلاء المكان بسرعة باللي موجودين، واللي كانوا موجودين في هذا التوقيت كان السفير طهطاوي. كان هل ده معناه ان دكتور مرسي كان داخل الحرس الجمهوري في هذا الوقت؟ كان موجود. كان موجود في دار الحرس. حسب المعلومات اللي فاتت ان هو كان موجود، وانه لم يعني لم ينقل من هذا المكان الا بعد محاوله اقتحام. هل حد من اسره الدكتور مرسي موجود؟ زوجته؟ لا، بعد الانتقال خلاص اصبح احتجاز في مكان غير معلوم، وبالتالي لا توجد اي اتصالات بينه وبين زوجته. وكان ولدين من اولاده الكبار كانوا موجودين معاه في المرحله الاولى، في المرحله الاولى، مرحله الحرس، اعتقد كانت موجوده في المرحله في المرحله الاولى، كان في اتصال بالاهل والزوي، وكان في اتصال بكل حاجه، ما فيش مشكله خالص، لكن بعد محاوله اقتحام الحرس الجمهوري والرئيس موجود جوه، دي مساله بتبقى شويه خطره، فتم اخلاؤه فورا حفاظا على حياته من التعرض. هل صحيح انكم سمعتوا ان الرئيس السابق طلب دكتور سليم العوا؟ ده كان السبب الاولاني يعني. طبعا هو في البدايه خالص الدكتور مرسي كان رافض الزياره، على اعتبار ان هو ما كانش جاهز، مش مستعد للقاء. مش مستعد ازاي يعني؟ مش مستعد للقاء يعني
يعني مش جاهز للقاء وفد يعني، وده امر طبيعي، احنا احترمنا الحريه الشخصيه في هذا الموضوع واصرينا على سمعتوا صوته مثلا سمعتوا ايه من كلامه؟ لا هو الكلام كان له علاقه بانه يعني انه انا مش مستعد للقاء الوفد وبالتالي مش هل قال انا الرئيس الشرعي طبقا للكلام اللي يعني بشكل او باخر يعني بعد ما خرج السفير طهطاوي وقعد معنا وقعدنا نتحدث فقال ادوني يعني استأذننا في ان هو ياخذ فرصه اخرى لدخول للرئيس لاختاره بطبيعه الوفد والمهمه الجاي لانه ما كانش يعرف مين اللي موجودين في الوفد فدخل اختاره بالوفد هنا خرج مره اخرى السفير طهطاوي وابلغنا بانه الدكتور مرسي بيشكر الوفد على حضوره ولكن هو برضه مش مصر على انه هو ما يقابلش الوفد لانه كان يتمنى ان الوفد يضم الدكتور سليم العوا وهو محامي الرئيس السابق وهو محامي في حقيقه الامر ابلغناه بانه لا يجوز لاحد ان يتدخل في تشكيل اي وفد حقوقي على الاطلاق اي مكان يعني لانه ده وفد حقوقي مش وفد سياسي فيبدو ان هناك كان هناك خلط لدى الدكتور مرسي ما بين الوفد الحقوقي والوفد السياسي الذي يجب ان يكون هناك فيه تنوع وتوافق من يعني توافق في الاراء يعني يبقى اشخاص من الطرف اليمين او اليسار او الوسط الى اخره يعني هذا امر وارد جدا في اللجان او في الوفود السياسيه لكن في الوفود الحقوقيه الامر مختلف تماما فنبهناه يعني انه ده ما هوش ضروري بالنسبه لنا بالنسبه للوفد الحقوقي وانه احنا بنحترم رغبته رغم انه المفترض وفقا لصلاحيات الوفد اللي رايح يعني ان هو يطلع على كل مفردات المكان حتى يتم التاكد منه وبالتالي كان بامكاننا ان احنا نطلب الدخول داخل المكان اللي موجود جوه ولكن حرصا على احترام الحاله الشخصيه او الحياه الشخصيه وحرما يعني احتراما لمشاعر الدكتور مرسي والمحتجزين يعني يعني رغبنا فألا نفعل شيء ضد إرادتهم ضد رغبتهم يعني فاكتفينا بالجلوس خارج القاعة دي أو خارج هذا المكان اللي محتجز فيه واعتبرنا أنه إحنا اطلعنا على الوضع عبر السفير طهطاوي المقيم أو المحتجز معهم ولم نطلع على ما هو بداخل هذا المكان وده نظرا لاعتذار الدكتور مرسي يعني كنا نتمنى ان يسمح لنا حتى تكون لدينا رؤيه كامله يعني اذا شاهدنا شيء مش مناسب مش طبيعي مش كويس يعني كان ده هيبقى مفيد بالنسبه له لكن هو اصر على عدم اللقاء وبالتالي اعتبرنا ان يعني تفصيله ما يحدث او المكان المحتجز به بالداخل جاء برغبته او منعنا من دخوله برغبته هو يعني هل في اي طلبات تانية طلبت منكم اخرى غير ان هم عايزين يشوفوا قنوات اكتر او كده الانتقال لمكان معلوم والاتصال بالزاويه هو ده المطلب الرئيسي وده فعلا احنا رفعنا توصيه للحكومه لرئاسه الجمهوريه ولمجلس الوزراء بانه يعني يفضل ان يبذل كل جهد من اجل الانتقال الى مكان معلوم و يبذل ايضا كل جهد من اجل منحهم امكانيه الاتصال بزويهم وكذلك محاميهم. دكتور مصطفى عندك اي سؤال بخصوص وضع دكتور مرسي تحب تساله؟ الصحافه الاجنبيه دايما بتقول لا اعتقد انه توفير المعامله الكريمه للدكتور محمد مرسي مساله واجبه ويجب ان نرسي تقليد في هذا المجال يعني دكتور محمد مرسي كان رئيسا لمصر وينبغي أن يحظى بمعاملة كريمة المسألة الثانية فيما يتعلق بالتحقيقات أنا أفضل أن تؤجل كل التحقيقات إلى حين العودة إلى أوضاع عادية انتخاب هيئة نيابية فلتكن مجلس نواب برلمان مجلسين انتخاب رئيس جمهورية بعد أن يتم انتهاء هذه الفترة الانتقالية يمكن التحقيق مع الدكتور محمد مرسي لأنه أي تحقيق أو أي إجراءات قضائية تتخذ مع الدكتور محمد مرسي في هذا الوقت سوف يعني تفسر بأنها عدالة المنتصر التي ليست عدالة في واقع الأمر طيب خلوني بس أرى لكم هذا التحذير الذي صدر عن المتحدث العسكري منذ دقائق القوات المسلحة تناشد المتظاهرين التزام قواعد السلمية للتظاهر وتحذر من الاقتراب من المنشآت العسكرية بصفة عامة ومقار المخابرات الحربية بصفة خاصة ويؤكد المتحدث العسكري أن هذا التحذير ليس تهديدا ولكن حرصا على أرواح المواطنين يبدو أن هذا التحذير جاء بعد
في اقتراب من التظاهره التي خرجت من رابعه العدويه في طريق طيبه مول، ثم وصلت منذ قليل الى شارع الثوره، واعتقد انها في يعني شكلها كده في طريقها لمنطقه المخابرات الحربيه والمخابرات العامه. فاكيد ده بقى علشان كده، عشان هذا الوضع. طيب دكتور مصطفى، هل في مجال للسياسة دلوقتي؟ هل هذا وقت الجلوس على مائدة سياسة، أم أن الوقت الآن هو مجال مواجهات زي ما احنا شايفين، هو مجال يقوم فيه الجيش والشرطة بالدور الأول، يعني نخلص من موضوع الإرهاب الأول وبعدين نشوف نقعد إمتى على ترابيزة السياسة، ولا المسارين يجب أن يسيرا في نفس العنصر الأساسي في العمل السياسي في الوقت الحاضر هو التقاء بين طرفي القضية السياسية في مصر. طرف منهم هو جماعة الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة، والطرف الآخر يعني القوى المدنية والقوات المسلحة. يعني الإخوان المسلمون يرفضون أي لقاء قبل عودة الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، ومن ثم فالعمل السياسي على هذا المستوى مستحيل في الوقت الحاضر، ولكن هذا لا يحول دون أن يكون هناك تصور لما ينبغي أن تنتقل إليه مصر، وهذا هو الذي يرشد الخطوات في الأجل القصير. يعني أنا أميز بين العمل السياسي في الأجل القصير والعمل السياسي في الأجل المتوسط، والأجل المتوسط بالنسبة لي هو شهور ليس سنوات. فالأجل القصير اللي هو أن احنا نقعد احنا والإخوان على ترابيزة واحدة مستحيل في الوقت الحاضر، مستحيل في الوقت الحاضر، لما هذا لا يمنع أن يكون لدينا تصور حول ما الذي نسعى إليه. وهذا هو الذي سوف يحدد ما الذي نفعله في الأجل القصير. إيه التصور اللي فوق تصور المسألة الأساسية؟ هناك حديث عن عملية سياسية شاملة، يعني تعبير شاملة، يعني أن يكون الإخوان المسلمون طرفا في العملية السياسية في مصر، وهناك رفض لهذا من جانب الكثير من القوى السياسية، ولكن أنا أميل يعني كموقف شخصي أنه العملية السياسية يجب أن تكون شاملة، يجب أن تشمل الإخوان المسلمين، ولكن ينبغي أن نتعلم من دروس الماضي. دروس الماضي فيها أنه كان هناك خلط بين يعني جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وبين دورها السياسي. لم نكن نسمع عن حزب الحرية والعدالة، لأنه يعني كل القرارات المهمة كانت تتخذ من جانب مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ودور حزب الحرية والعدالة فقط أنه هو يعني الوسيلة التي تمكن جماعة الإخوان المسلمين من أن تنفذ رؤيتها السياسية. الذي رشح خيرت الشاطر كان مكتب الإرشاد، الذي رشح الدكتور محمد مرسي هو أيضا مكتب الإرشاد. ثم نحن نعرف أن في قرارات اتخذها الدكتور محمد مرسي وعدل عنها بعد ساعات بسبب تدخل مكتب الإرشاد، وبالتالي يعني يجب أن يكون لدينا تصور يعني ما هو مستقبل جماعة الإخوان المسلمين. هل ستكون جمعية تقتصر فقط على العمل الدعوي؟ كيف نقطع الصلة بين يعني دورها في العمل الدعوي ودورها السياسي؟ هل نقول أنه لا ينبغي أن تقدم مالا لأي حزب سياسي، لا ينبغي أن تشترك في ترشيح لا للهيئة النيابية ولا لرئاسة الجمهورية؟ هل ينبغي أن تبتعد تماما عن تقديم المشورة لرئيس الجمهورية؟ يعني هذه المسألة مهمة جدا، يعني يجب أن نحدد من الآن ما هو تصورنا لدور جمعية الإخوان المسلمين. المسألة الثانية أيضا، ما هو موقفنا من الأحزاب التي تسميها أحزاب دينية؟ يعني هي في بالفعل أحزاب دينية. احنا ما بنتكلمش بس على الحرية والعدالة، لا الحرية طبعا، النور والوطن والبناء والتنمية، كل هذه الأحزاب ما هو الموقف منها؟ الصياغة الموجودة، وهذا سوف يحدد الصياغة الواردة في الدستور. الدستور بيقول أنه لا تنشأ الأحزاب على أساس تفرقة بين المواطنين، يعني هذا يسمح بوجود الأحزاب الدينية طالما أنها بتقول أنها بتؤمن بالمساواة، ولكن يعني هل هذا يكفي أم يكون هناك نص صريح على أنه لا تقوم أحزاب على أساس برامج دينية؟ يعني أعتقد أن هذه مسألة دقيقة جدا، فيجب أن يكون هناك يعني توضيح لهذه المسألة. المسألة الثالثة، إذا كنا نريد أن يكون هناك عمل سياسي مع من؟ يعني هل سنتفاوض مع دكتور محمد بديع أو دكتور سعد الكتاتني بعد كل هذه خير الشاطر؟ بعد كل هذه الاتهامات يعني مع من نتفاوض؟ فهذه المسألة أيضا ينبغي أن تكون واضحة. أعتقد هذه المسائل لم تحسم حتى الآن، وهذه مشكلة كبرى، لأنه أعتقد أنه اللجنة المسؤولة عن إعادة النظر في دستور 2012 يعني سوف تبدأ عملها الفني بعد غد والأسبوع القادم، لأنه غدا هو آخر موعد لتلقي الاقتراحات. فإذا ما كانش هناك تصور
بالنسبة لهذه المسألة كيف ستعمل هذه اللجنة. فأعتقد أن هذه المسائل إذا وصلنا إلى هذا التصور يبقى حتى ننتقل إلى العمل السياسي لا يمكن أن ننتقل إليه مباشرة، يجب أن يسبق العمل السياسي للاتصال المباشر إجراءات لبناء الثقة. يعني هذه مسألة مهمة، إجراءات بناء الثقة قد تشمل يعني الإفراج عن الدكتور محمد مرسي، قد تشمل الإفراج عن قادة الإخوان المسلمين وتأجيل محاكمتهم إلى حين تستقر أوضاع ديمقراطية في مصر، قد يشمل هذا عودة القنوات التي أوقف بثها بناء على ضوابط معينة، ضوابط تتعلق باحترام حدود حرية التعبير. وفي هذا المجال أنا أشدد على أنه الحق في حرية التعبير ليس مطلقا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يستخدم للتشهير، لا ينبغي أن يستخدم في الإثارة الكراهية ضد الآخرين أو في التحريض على العنف. وبالتالي يعني هذا لا ينبغي أن يكون مجرد يعني ميثاق شرف، إنما التزام قانوني الذي يخرج على هذا يبقى في هذه الحالة تكون هناك إجراءات قانونية. في ده بيربطنا بفكرة حقوق الإنسان مرة أخرى، وأنا هرجع للأستاذ ناصر مرة أخرى. الصحافة الأجنبية، وبلاش الصحافة الأجنبية، كل القيادات الأجنبية سواء كاري أو أشتون أو أي حد بيجي يقول لك أول طلب الإفراج عن محمد مرسي ووقف الاعتقالات السياسية. معلوماتي بتقول ان كل ما لدينا ليست اعتقالات سياسيه ولكن يعني تحقيقات ونيابه. وهل لدينا اعتقالات سياسيه؟ طيب انا بس عايز اقول الاول ان انا يعني احنا لازم نخرج تماما من فكره متابعه المجتمع الدولي للحدث في مصر، وانه علينا كمان ان نكون منتبهين لشيء مهم جدا، هو انه لا توجد دوله من الدول الغربيه التي ترى أن ما يحدث في مصر هو خروج عن القانون وأنه انتهاك وأنه اعتقال وأنه اعتبار الفصائل التي حملت أسلحة هي فصائل سياسية. لا توجد دولة منهم تقبل عشر أداء هذه التنظيمات في مصر وفقا لقانونها. طب اسمح لي بس هقف هنا لان هذه نقطه مهمه. خلينا نذهب بس للمسيره، اعرف المسيره وصلت فين. محمود عثمان زميلنا الصحفي باليوم السابع من المسيره، محمود انتوا فين بالظبط؟ وفي رايك لماذا هذا التحذير من المتحدث العسكري؟ الان المسيره خرجت من الرابعه العدويه عقب الثورات التراويح، وموجوده الان في شارع الثوره قرب مبنى الخبرات الحربية بيؤدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء اللي سقطوا في أحداث. يعني هم بيؤدوا صلاة الغائب أمام مبنى المخابرات الحربية. سنترال ألمازا. هل عند منطقة سنترال ألمازا كده مظبوط؟ تمام. طيب. فندق البارون. عند فندق البارون قافلين السكة خالص يا محمود، يعني هم بالظبط اشرح لي. بيسمحوا بمرور السيارات من جانب واحد من الشارع، وأثناء مرور المسيرة من أمام مستشفى فلسطين قبل الوصول إلى مقر جهاز المخابرات الحربية كان في سيارة شرطة معدية، والمتظاهرين شكلوا حوالينها قافلون أمن وسلسلة بشرية ومنعوا إن أي حد يتعرض ليها، مرددين هتافات سلمية سلمية. هم أعلنوا إنهم هيأدوا صلاة الغائب وبعد كده هيقرروا يتحركوا على بعد ما يأدي صلاة الغائب هيقرروا هيروحوا فين؟ لم يعلنوا بالتحديد عن مكان. طيب هل 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 تحذير المتحدث العسكري وصل لاذانهم او سمعوا عنه؟ لا لم تصل اليهم حتى الان انباء عن البيان الذي تحدث به المتحدث العسكري. طيب ارجو ان انت تتصل، هنتصل بيك كمان شويه محمود نعرف بالضبط الى اين وصلت هذه المسيره. يعني طب يعني صلاه الغائب امام يعني ال امام مقر المخابرات الحربيه يعني يعني انا في مشكله زي بالظبط ما صلاه ركعتين الكوبري يعني في صلاه ركعتين الكوبري عندنا دلوقتي. انا بتصور ان دي كلها يعني نوع من انواع المزايدات السياسيه لا يجب ان نتوقف امامها كثيرا، لانه ده امر طبيعي جدا، لان هناك تيار ديني سياسي في ذات الوقت بيتحرك على الارض بكل الطرق، يعني منها الطرق المسلحه، منها طرق التظاهر، منها تعريض الأطفال، ودي مسألة بالغة الخطورة جدا ومسيئة جدا لهذا التيار عالميا، لأنه استخدام أطفال في مثل هذه الأحداث هم لا يدركوها، ده انتهاك شديد جدا لحقوق الأطفال وكذلك النساء. نرجع تاني للدول الأجنبية التي تطالب وتتحدث عن حقوق الإنسان والتي لا يمكن أنها تقبل زي ما حضرتك بتقول يعني أي تصرف من هذه التصرفات داخل أراضيها. وعايز أقول كمان أنه وفقا لقواعد هذه الدول أنها لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف من الظروف
أن تتخلى المظاهرة سلمية طبنجة واحدة أو سلاح واحد إذا ظهر ده ولا مطوى بالضبط. أي سلاح أي سلاح لو ظهر داخل أي مظاهرة سلمية في هذه المجتمعات يتم التعامل مع هذه المظاهرة مباشرة باعتبارها كتيبة عسكرية. دكتور كنت عايز أنا أريد أن أضيف في هذه المسألة أنه المظاهرة السلمية لا ينبغي أن تعوق حياة المواطنين، يعني لا ينبغي أن تعوق المرور، لا ينبغي أن تعوق دخول الموظفين إلى مكان عملهم. ففي حالة ربع العدوية عندنا مشكلتين، في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موجود في هذه المنطقة، وأعتقد أن في صعوبة كبيرة أمام الموظفين العاملين في هذا الجهاز الدخول إلى مكان العمل. مسألة ثانية قلم مرور مدينة نصر الذي يتوافد عليه يوميا مئات من المواطنين والناس اللي ساكنة في المنطقة بالإضافة. فهنا يعني أعتقد أنه يعني اللي ممكن في إطار حقوق الإنسان أن هم يلتزموا جانب من الطريق، يعني بحيث أن الطريق يكون مفتوح وما يخدم حتة كده يعني على الرصيف ممكن يعتصموا فيها، إنما لا يقفوا المرور ولا يحولوا دون يعني أنا عايزة تفسير إذن حقوق المواطنين الآخرين إذن ده في حقوق الإنسان ده المطالب بيها يعني. تفسير إذن إزاي كل الصحافة الأجنبية وإزاي كل الـ 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 يعني المسؤولين الأجانب وكأننا بنتكلم عن حقوق إنسان من نوع جديد، يعني هي حقوق الإنسان التي تطبق في مصر غير التي تطبق في بريطانيا، غير التي تطبق في أمريكا، غير تطبق في أي مكان في الآخر في العالم. عشان كده أنا كنت بقول إن إحنا علينا إن إحنا وإحنا بنحلل وبنتخذ خطوات في 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 المرحلة التأسيسية، وأنا بعتبر إن هذه المرحلة تسمى المرحلة التأسيسية مش الانتقالية. هذا الكلام وهذا الحكي اللي بتحكيه الدول الغربية وارد جدا في المراحل الانتقالية. المرحلة الانتقالية اللي هي بيبقى فيها حالة ضبابية ما بين القوى السياسية الموجودة، في حالة ضبابية ما بين سلطات ما بين الدولة وسلطاتها وما بين الشعب وحقوقه. لكن نحن الآن في مرحلة تأسيسية، وفي المرحلة التأسيسية في حقيقة الأمر غير مقبول على الإطلاق، وهم يعلمون ذلك تماما، غير مقبول على الإطلاق أن تخل جماعة سياسية أو جماعة دينية بمقتضيات العمل الديمقراطي أو بمقتضيات القيم الديمقراطية. وهنا لازم نذكر بانه احنا في مرحله تاسيسيه، علينا ان نعمل ونصد اذاننا تماما، نسد اذاننا تماما. بس عايز اقول حاجه تماما اسمع ده اسمع حضرتك تماما عن اي اداءات او مناشدات او تحليل للوضع المصري من الخارج على اعتبار ان ده يعني محاوله لاصلاح ما يحدث في مصر. ما يحدث في مصر يجب أن يتم وفق قواعد المراحل التأسيسية التي موجودة لديهم في 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 أنظمتهم الديمقراطية، اللي بيها واحد لا حوار مع أسلحة، لا حوار مع أسلحة، اثنين أنه لا يسمح تحت أي ظرف من الظروف في مرحلة خطرة بتمر بيها البلاد في هذا التوقيت أن يتم التعامل مع أي طرف حمل سلاحا على أنه طرفا سياسيا. طيب. الحوار يبدأ بعد أن تغمد الأسلحة، الحوار لا يبدأ إلا بعد أن يتم السيطرة على الموقف في الشارع، وهنا نبدأ في الحوار، والحوار هنا أيضا في المطلق غير مقبول. الحوار يجب أن يكون وفق أسس ومبادئ عليا يلتزم بها الجميع، يلتزم بها المتحاورين. طيب انا هقف هنا واجي لحضرتك. الاستاذ ناصر بيقول يجب ان نسد اذاننا تماما عما يعني يصب علينا من الخارج وكانها محاوله للاصلاح. نقدر نعمل ده تحت ضغوط دوليه؟ يجب ان نعرف يعني ما هو نوع ما يصب علينا من الخارج. يعني فيما يتعلق بالمظاهرات، يعني الضجه التي حدثت لم تكن بسبب المظاهرات ولكن بسبب القتلى في ما اعتبر مظاهرات، القتل امام مبنى نادي ضباط الحرس الجمهوري والقتل في طريق النصر، هذا هو الذي يعني سبب يعني هذه الموجه الناقده لمصر. فهم يعني كمدخل حقوقي تماما طبعا المظاهرات يعني لا مشكله فيها، انما الذي يثير الاهتمام عندما يكون هناك قتلى وباعداد كبيره من القتلى. في هذه الحاله هناك شك في ان هؤلاء قتلوا من جانب
لا يا دكتور بس هو شرطه او قوات الامن القصه ما بتبقاش شك، القصه ان هو بيمثل مصر اولا انها منقسمه بين مناصرين ومؤيدين وكان البلد منقسمه، الحقيقه ده مش حقيقي مش دقيق جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه هو اذا حد اعتدى على البنتاغون او حد اعتدى على الكرملين او حد اعتدى على الديفونس، هل يعني ما هو ده كمان يجب ان يوضع في اطار، وهنا صورة هذه التظاهرات الضخمة لا تظهر بشكل قوي، لكن صورة بقى القتل والدم اللي هي مستخدمة ومبتذلة الحقيقة. لا في طبعا مقدمة انه في الحقيقة بالنسبة للأداء الإعلامي من جانب الإخوان المسلمين من ناحية، الحكومة المصرية من ناحية تانية، أنا أعطي الإخوان المسلمين 9/10 طبعا، وبقول ليه 9/10؟ لأن روايتهم ليست مقنعة تماما، إنما من حيث الأداء والتواصل هم وأدي الحكومة المصرية صفر لا اعترضت في هذا. وأنا بأكرر هنا بالنسبة لما جرى في طريق النصر، الوحيد الذي تكلم من الحكومة هو وزير الداخلية في مؤتمر صحفي، أعتقد أغلب الموجودين فيه كانوا صحفيين مصريين، لم يتحدث رئيس الجمهورية، لم يتحدث رئيس الوزراء، لم تتحدث وزيرة الإعلام. وأنا أشير لما جرى في إسبانيا عندما خرج قطار عن مساره، يعني انتقل إلى مكان هذا الحدث ملك إسبانيا أو ملكة إسبانيا، يبقى هنا في فرق. وطبعا الإعلام اهتم بوجود الملكة، لم نسمع. ثم يعني عدم الحديث والتفصيل من جانب الحكومة يعني يثير الشك، يعني هم لا يتحدثون لأن بد أن هناك أمورا يريدون إخفائها، وبالتالي يعني هذه مسألة. فالأداء الإعلامي لإخوان المسلمين كان متفوق بكل تأكيد، في يعني عدم دقة في ما ورد ده في صحيفة أنا بأكن لها أشد الاحترام في نيويورك تايمز، مقالات التي مكتوبة فيها تخالف الواقع تماما، يعني هنا يعتقد إخفاق من جانب الحكومة المصرية. فرنسا 24 اللي خدت الصور وقلبتها زي نعم. الجزيرة. لا أنا سؤالي من كلام الأستاذ أنا بس عايز أضيف نقطة ثانية، أنه يعني لو هتكلم عن ما جرى في مصر من مدخل حقوقي ومدخل سياسي، كمدخل حقوقي يعني وجود أن يكون هناك قتلى في مظاهرات بتصور أنها مظاهرات سلمية، ده بكل تأكيد بيثير الكثير من الأسئلة. إنما في مسألة ثانية، القادة يعني الذين اعتقلوا أو الذين هناك أمر باعتقالهم، يعني في هذا الظرف لابد أن يثور شك حول يعني مدى مصداقية الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء القادة في هذا الظرف. ليه ما صارش هذا الشك مع مبارك ومعاونيه عندما قبض عليهم لم تصدر هذه الأصوات، نفس هذه الأصوات؟ لا، في حالة مبارك كان الاتهام الموجه إليه أنه قتل المتظاهرين، والاتهام الآخر كان معلش أنا أقول صراحة، اتهام التخابر هذا يثير الضحك. لا يمكن أن يتهم أحد يتهم بأنه بيتخابر مع حماس، يعني ده يعني أنا أنقل ما قاله الدكتور عزمي بشارة بالنسبة لهذا، هذه التهمة يمكن أن تكون موجودة فقط في إسرائيل، لا يمكن أن تكون موجودة في دولة عربية. ويعني أعتقد خروج الدكتور محمد مرسي من السجن أمر عادل تماما، هو لم يسجن، هو كان معتقل، لم يكن هناك اتهام ضده، يعني اعتقل كإجراء احترازي في 23 يناير خوفا من أنه جماعة الإخوان المسلمين تشارك في المظاهرات. خروجه من السجن أمر عادل تماما، والثورات عموما يعني خروجه اليوم قصدك في تقالوا طيب بالضبط، يعني والثورات بترتبط بتحطيم السجون، يعني الثوره الفرنسيه مرتبطه بتحطيم الباستيل. طيب انا هقف هنا بس، ومعايا اتصال هاتفي سياده اللواء هاشم عثمان مدير امن الغربيه، واعتقد ان كان في اشتباكات في طنطا. سياده اللواء مساء الخير. حاتم اي فندم، سياده اللواء حاتم عثمان. انا اسف يا فندم، اتفضل يا فندم قولي بس ايه اللي حصل. اتفضل. هو كان في تجمع من الاخوان شارع عمر بن عبد العزيز دايره اسم ثاني طنطا، وحصل احتكاك بينهم وتشابك بينهم بإخفاء الحجارة بينهم بعض المواطنين. على الفور احنا انتقلنا، قوات انتقلت وتم الفصل بينهم وانصرفوا، ونتج عن ذلك إصابة طبيب بيطري إصابة بسيطة في الرأس نتيجة إلقاء الحجارة واتعمل محضر بيها يعني، والأمور هادية تماما حاليا في مدينة طنطا. بشكرك سيادة اللواء حاتم عثمان أكمل حاجة. مدير أمن الغربية، بس أنا هترك حركة تمام، بس أنا عندي سؤال برضو تاني، يعني هل نستطيع أن نسد أذنا عن الضغوط الغربية؟ هناك ضغوط من كل مكان، من أوروبا من أمريكا، هل نستطيع نحن كدولة سياسيا أن نسد أذنا عن هذه الضغوط؟ هنا بقى العمل السياسي له أكتر مستوى، العمل السياسي الخارجي، يعني هنا في تحرك
احنا بقى في هذه الحالة انا بقول يعني اتبعت مدخل حقوقي، انما في مدخل سياسي ايضا، هل ما جرى في مصر ثورة ام انه مجرد يعني تغيير للحكومة؟ اذا كنا بنعتبر انه ثورة في كل الحالات الثورات، التعريف الثورة انها ثورة على النظام القانوني القائم، يعني فالثورة بتتخذ اجراءات غير قانونية. انما احنا ممكن طبعا نقول انه ليس معنى هذا اننا يعني نقوم بانتهاكات حقوق الانسان، اما لتأمين هذه الثورة احنا بنحتفظ ببعض الناس في اماكن امنه ويعاملوا معامله كريمه. هو دكتور مرسي انا نفس سؤال، انا انا رئيس بعد ثوره وممكن ان انا اضحي بشويه ناس من اجلي، يعني ده كلام موثق ليه واضحي بشويه ناس من اجل هنا الثورة. يجب ان يكون هناك جهد اعلامي من جانب الحكومه المصريه للاتصال بالحكومات الاجنبيه، للاتصال بالصحافه، للتاكيد على ان هناك اجراءات تتخذ، إجراءات احترازية تتخذ لفترة من الزمن، وسوف تنتهي هذه الإجراءات عندما تستقر الأوضاع الجديدة في مصر. تاني أنا بأكد على أنه هناك ضرورة ملحة لصد الأذان تماما عن كل النداءات والتصريحات اللي بتخرج من بعض دول العالم، لأنه أولا دي بيبقى ليها سند أحيانا، يعني في بعض البلدان بتبقى شايفة بتتعامل بتعالي شوية مع مصر، هي بتشايفة مصر أنها دولة أفريقية يحدث فيها ما يحدث في أفريقيا، وبالتالي بتتعامل مع هذه البلدان، وده أنا رأيي غير أمر غير مقبول ولا يجب أن نقبله على الإطلاق، يعني إن دي دول متخلفة وإن دي دول عالم ثالث وعندهم نزاعات في الشارع وبيموتوا بعض وبيضربوا بعض، فدايما بيبقى التصريحات هي دعوة كل الأطراف لضبط النفس. ده كلام في حقيقة الأمر في تعالي شديد جدا وفي تعامل مع دولة بعراقة مصر يعني بطريقة لا تليق. هو ده نفس التصريحات دي ما طلعتش على تركيا مثلا على ما أعتقد، لما أردوغان فض تقسيم، يعني كان الدنيا هادية شوية، ما كانش مختلفة. الأمر الثاني إن أنا يجب أن نثق تماما فأنهم يعلمون تماما بأن لا يمكن أن تقبل مثل هذه الممارسات على أراضيهم على الإطلاق. فعلينا أن ننطلق من هنا وعلينا أن نثق تماما في خطوات الثورة المصرية إلى أين تتجه. وهنا هذهب للجزء الخاص بمسألة كيف التحرك للأمام. تمام. والتحرك للأمام في تقديري أنه قائم على عمادين أو عمودين أساسيين، إن لم، وهنا بحذر، إن لم يتم الإيمان بهم وممارستهم ممارسة حدية على الأرض، نحن ذاهبون إلى مستنقع أصعب من الثلاث سنوات أو من السنتين اللي فاتوا. إيه هم؟ العمودين الأساسيين في المراحل التأسيسية دائما هي أن يؤمن النظام الجديد بأنه لا سبيل لضبط الأوضاع إلا بالقيام بإجراءين حقيقيين بإيمان شديد ومطلق. وهنا هقول لإيه الإيمان الشديد والمطلق. العماد الأول هو سيادة القانون بمعنى الكلمة. منذ هذه اللحظة هذه الدولة يحكمها قانون. ماذا يعني أن يحكمها قانون؟ أنها لن يحكمها منذ هذه اللحظة لا فرض قوة ولا تخويف ولا مجاملة ولا موائمة ولا توافق. هذا معنى كلمة سيادة القانون. العماد الثاني الذي يجب أن يسير في ذات الوقت هو إعلان رسمي صريح من الدولة بأن لن يفلت أحد من العقاب، لن يفلت أحد من العقاب. وهنا أحد بمعنى أي أحد يرتكب جريمة في هذا التوقيت لن يفلت من العقاب تحت أي ظرف. إذا طبق هذين المبدأين، ويجب أن يطبق هذين المبدأين لبدء المرحلة التأسيسية، بدونهم بالمناسبة بدون تطبيق المبدأين دول لن تستطيع أن تبدأ في مرحلة تأسيسية، ولن تستطيع إجراء أي حوار، ولن تستطيع إجراء أي توافق، ولن تستطيع إجراء أي بناء مجتمعي أو حتى دستوري. بعد تطبيق المبدأين دول، وهنا يطبق على الجميع، بمعنى وهضرب مثل بخلينا على الأرض، حدوث اشتباكات ما بين أطراف مختلفة، جماعة الإخوان المسلمين ومواطنين عاديين، يلقى القبض على الطرفين ويتم التحقيق معه. طيب، حدوث اشتباكات ما بين جماعة الإخوان المسلمين زي المشهد بتاع مدينة نصر وما بين ضباط الشرطة. خدوا بالكم احنا بنقع في نفس الأزمة للأسف الشديد اللي وقعنا فيها قبل كده من سنتين، ولأننا ما تصدناش ليها بموضوعية تكررت، وهي هناك اشتباكات على الأرض، هناك قانون حاكم، وهناك معايير دولية للتظاهر،
ومعايير دوليه لفتح التصوير. طيب انا سمحت لي بس هاضيف فوت نوت صغيره. مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون يعني كان بيناقش مشروع قانون للتظاهر في كل الضوابط التي نريدها بالزبط. يعني فاذا ما قامت الحكومه المصريه بتطبيقه في الوقت الحاضر يفض اعتصام ربع العدويه والنهض. خلاص ده المشروع القانون الذي يعني اعده مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون. وهنا عندما اريد ان اطبق ذلك على الارض على الحدث يعني في اشتباكات بين قوات الامن وال قدامنا تعاملين متطرفين في حقيقة الامر. التعامل المتطرف الاول انه جماعه سياسيه تنزل تتظاهر تقطع الطريق تستخدم سلاح في مظاهره سلميه فتحولها عن سلميتها وتدعي انها ضحيه. ضحيه وكان شيئا لم يكن وكان سلاحا لم يستخدم في التظاهره وهذا تطرف. على المقابل قوات شرطه تفض المظاهره فترتكب خطأ فتزيد عدد القتلى ثم تنكر أنها فعلت ذلك. هذه الممارسات يجب أن تتوقف تماما من الأطراف ولن تتوقف إلا بتطبيق المبدأين اللي أنا قلت عليهم سيادة القانون ولن يفرط أحد بالعقاب. فما أجي أناقش موضوع مدينة الشارع النصر ده أو طريق النصر ما حدث أريد أن أشاهد مشهد واضح ومحدد وبدون هذا المشهد لن يتم التقدم إلى الأمام وهو إلقاء القبض على من يستخدم السلاح من متظاهري الإخوان المسلمين وإلقاء القبض على ضابط أفرط في استخدام القوة في ذات الوقت. في هذه اللحظة سوف يمتد قيمة معنى القانون، قيمة معنى سيادة القانون، قيمة معنى لن يفلت أحد من العقاب لكل الأطراف. فلن يستطيع أحد المزايدة ولن يستطيع أحد استخدام الترهيب أو التخويف. ويعلم من يمارس العنف ويحمل السلاح في تظاهرة سلمية أن ما يفعله لن يجدي شيء. وهذا هو هذا الموضوع يعني هو أهم رسالة في تطبيق مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب. لأنه لازم الأطراف كلها تعرف إنك مهما فعلت من هذه الممارسات لن يتم الاستجابة لك ولن يتم التحاور معك بل سوف تخضع للقانون وسوف تحاكم. انا هنا عندي مشكله اخرى يعني في الكلام اللي قاله الاستاذ ناصر مع يعني اتفاقي معاه لكن عندي مشكله. انا عندي مثلا اعتصامين في النهضه وفي وفي رابعه لكن عندي ضغوط دوليه وعندي راي عام محتشد ضدي بعد ما حدث في شارع النصر مما قد يؤجل قرار الفض. وهنا انا هترك لحضرتك سؤال بس هبتدي الاول بس بالدكتور اللي هو ازاي يكون الفض في اطار القانون في اطار احافظ على حقوق الناس اللي جوه وفي نفس الوقت احافظ على حقوق المجتمع اللي هو متأذي من هذا وكيف يعني مش عايزه افلت ولكن كيف اتوائم مع المجتمع الدولي. انا مش عارفه اتوائم بهذه الثوره حتى هذه اللحظه مع المجتمع الدولي. الخطوه الاولى هي اعلان قواعد التظاهر اللي هي مقبولة دوليا واستخرجها من مشروع القانون الذي نوقش فيه او استخرجها من قانون التظاهر في اي دولة اجنبية يعني بالضبط. لا بس ده لا لازم يكون واضح لازم يكون واضح ها ويعني فترة كده للتأكيد على انه ما يجري في ميدان النهضة واشارة رابعة العدوية يخالف تماما هذه القواعد التي وافق عليها الاخوان المسلمون وانه يعني في وقت من الاوقات سوف يجري تطبيق هذه القواعد. المسألة الثانية عندما يعني يعني لا اتصور انه سوف تكون هناك استجابه. اعتقد انه اي عمل يبذل يجب ان يكون يعني عملا متدرجا ويعني يختار له التوقيت المناسب ويعني يسعى الى تجنب يعني ازهاق ارواح. يعني اعتقد ازاي بقى ما هو دي في وسائل موجوده يعني اعتقد اولا يعني رش بالميه رش بالميه الغاز المسيل للدموع. أنا أعرف من صديق بيعمل في يعني له خبرة بهذه المسائل إنه لدى وزارة الداخلية قنابل صوت وفي قنابل أظن مخدرة يعني أعتقد إنه السيدة وزيرة الصحة النهاردة قالت إن إحنا لم نستخدم قنابل الأعصاب أو قنابل مخدرة في موضوع شارع النصر. لا أعتقد إنه يعني بعد استخدام المياه إذا لم يفلح هذا واستخدام القنابل المسيلة للدموع استخدام هذه القنابل الأخرى التي يعني لا تزهق أرواح ولا يترتب عليها أي أثار سلبية يعني أعتقد أنه هذا أمر مشروع تماما. أعتقد أنه أنا أتصور أنه هذا سوف يكون ممكنا. إنما المسألة الأولى أنه يجب أن يتضح للرأي العام المحلي والرأي العام الدولي أن احنا نطبق القواعد الدولية الخاصة بالتظاهر
تماما، وهي قواعد مقبولة يعني لكل دول العالم، ويجب أن يكون يعني جهد يعني مضاعف على المستوى الدولي لتوضيح هذه المسألة. المسألة الثانية، يجب اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب بحيث يمكن تقليل الخسائر. أستاذ ناصر، أحافظ إزاي على حقوق الإنسان وأفض هذا هذه الاعتصامات، لأن يعني ما فيش حاجة هتكمل بالشكل ده، يعني لا يمكن استمرار هذه البؤر مسلحة. كان في فكرة في بداية البرنامج لمجموعة من الناشطين أنه يبقى في لجنة قانونية أو قضائية تذهب إلى للتأكد أن هذه التظاهرات بدون سلاح. طيب تاني بأكد على أنه سيادة القانون هو الحل قولا واحدا. فيما يتعلق بالمظاهرات، يجب أن نعلم مبدئيا أن حق التظاهر أيضا هو من الحقوق العهد الدولي لحقوق المدنية والأساسية، وهو حق من الحقوق القابلة للتقييد. وبالمناسبة أما بقول طبعا أما بقول أن احنا نصد أذننا عن تصريحات الغرب، كلامي جاي من هنا، أن أو تلميذ في أي كلية في هناك في الدول الغربية يعني يعلم تماما أن هذا الحق غير مطلق، ها يستخدم فيه سلاح. وبالتالي عندما يظهر لدينا أن هناك استخدام سيء أو استخدام خاطئ للحق في التظاهر بتحميله سلاح، هذا يعني أنك يجب أن تتدخل بتقييد هذا الحق. ومن هنا ده اللي احنا بنسميه الغطاء القانوني أو الدستوري. وبالتالي يمكن تقييد هذا الحق بأكثر من طريقة. الأولى، إعلان حظر التجول في نفس المكان اللي فيه التظاهر. واحد، يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي أقل فترة زمنية، يعني ما يبقاش طويل المدى يعني. وهذا يعني إعلان بعدم التواجد في هذا المكان، ومن سوف يتواجد في هذا المكان هذا يعني أنه سوف يتعرض لملاحقة قضائية. بس خلي بالك دي منطقة سكنية. لملاحقة قضائية حتى ولو لفترة زمنية. لا أنا قصدي إن الناس هنا جوه الشقق جوه. لا بيوكا. هذا يقتضي إجلاء هؤلاء الأشخاص. أنا بضرب بقول تاني أثر كلامي كل رايح وجاي في اتجاه سيادة القانون. لا يحدث شيء بدون قانون، ولا يحدث شيء بغير إجراءات قانونية. اتنين، فيما يتعلق بفض هذه التظاهرات، يتم استخدام كل الطرق المشروعة لفض التظاهرات. واهمها انه ما بقاش فيه تسليح حي. ما فيش حد في الدوله، في اجهزه الدوله يعني بالذات الشرطه المدنيه اللي بتواجه مدنيين متظاهرين المفروض انها ما لهاش تسليح حي ابدا. ده النيابه المفروض انها يعني بتكشف عليهم قبل الخروج لفض التظاهر. ده معلوماتي بالزبط. على يعني هايبوثيتيكلي بالظبط. فالمفترض انه لا يذهب الى فض التظاهر ومعه تسليح حي لأكثر من سبب. واحد، إن هو ممكن يتعرض لموقف عصبي فيضرب، ممكن يتجنن فيضرب، ممكن يتعرض لموقف خطر فيضرب، وبالتالي بتزيد أعداد القتل فز، أو إنه يستفز بشكل كبير فيضرب. وبالتالي واحد لا يذهب بأسلحة حية على الإطلاق. طيب، يتم استخدام الوسائل المشروعة اللي هي القنابل المسيلة اللي هي ممكنة وفقا للقانون الدولي، قنابل مسيلة للدموع أو خراطيم المياه في حال إطلاق رصاص. إذا اتضرب عليهم بالضبط. في حال إطلاق رصاص من قبل المتظاهرين، يتم طلب مدد أو إمدادات عسكرية. هيكونوا ماتوا. يعني معلش. إذا بقى لو الجيش الفرضية هنا مش عايز، إحنا برضو مش عايزين نعمل حاجة خارج إطار القانون الدولي والمحلي. عشان ده اللي بيوقف تصريحات الغرب، وعشان ده اللي بيقلل فرص الانتقاد لممارسات اللي موجودة باعتبار انها ممارسات همجية، وده مش صحيح. في حال وجود أسلحة حية بهذا المعنى، يتم الاستعانة بإمدادات عسكرية لمواجهة هذا الأمر. وهنا يعلن قبل أن يتم التعامل بالسلاح الحي مع الجميع بأنه سوف يتم استخدام السلاح الحي إذا ما لم تخرج المظاهرة كل العناصر المسلحة خارجها، أو تطلق نداء بالفصل، كل من لا يحمل السلاح يتوجه إلى المكان الفلاني، المكان المحدد، فمن يبقى هو بها حامل السلاح ويتم التعامل مع عسكريين. يعني قصد أقول أن هناك وسائل يمكن بها التعامل مع هذا الأمر. اللي عايز أقوله في النهاية أن الدولة لا يجب في لحظة معينة التوافق كارثة. التوافق مع حامل السلاح أو كارثة. التوافق مع الإرهاب أو كارثة. التوافق مع الخروج على القانون في لحظة معينة كارثة. الموائمة مع لحظات الخطر في الشارع كارثة.
يعني لا يجب التعامل معها على اعتبار انه هو متطلب سياسي اطلاقا. طيب التطلبات السياسية، المتطلبات السياسية تأتي بعد استقرار الأوضاع. طيب شكرا. محمود عثمان ايضا من مرة اخرى من المسيرة. محمود، الوضع عندك في ايه ماذا يحدث الان؟ المسيرة لسه مستمرة امام دار المخابرات المصرية. المخابرات الحربية، المخابرات الحربية ولا العامة؟ المخابرات الحربية اللي موجود المبنى اللي في قرب فندق البارو. ايوه. بيأدوا صلاة الغائب، في لجان بتأمن صلاة الغائب. ده صلاة الغائب يعني ركعتين. هما كانوا لسه ما اعلنوا عن اداء انهم هيأدوها، ما كانوا لسه ما بلغوش فيها لما عملت في تراويح جاية عندك او تهجد او كده ولا ايه؟ لا مش لون انه اعلنوا انهم هينتهوا من اداء صلاة الغائب، وعقب ذلك سيعلنوا عن المكان اللي ستتوجه اليه المسيرة، وحتى الان لم ينتهوا من في موائد رحمن. هتتسحروا هناك يا محمود؟ لا المنتظر نقول لهم ينزلوا لكم سحور يعني. من المنتظر ان المسيرة تعود الى ميدان ربيع العدوية مرة اخرى. ماشي، اشكرك يا محمود. دكتور مصطفى، كلمات اخيره حول المسار السياسي، يعني هل يمكن الان البدء فيه؟ ربما يمكن الاعلان عن خطوات لبناء الثقه كما ذكرت. هنتفاوض مع مين؟ لا قبل التفاوض، ما هو حتى يتم التفاوض لابد ان تكون هناك اجراءات لبناء الثقه. من هذه الإجراءات السماح لهذه القنوات بأن تعيد بثها بناء على ضوابط، يعني هذه الضوابط يجب أن تكون واضحة، يعني جرى تجاوز لهذه الضوابط في الفترة الماضية كما ذكرت، الحق في حرية التعبير، يعني أيضا التقيد بضوابط معينة لممارسة هذا الحق، ومن ثم يجب إعلان هذا، يعني أعتقد السماح لهذه القنوات بأن تعود الصدور. المسألة الثانية تأجيل محاكمة أو التحقيق مع قيادات الإخوان المسلمين في هذه المرحلة، أعتقد هذا يمكن أن يسهم إلى حد ما يعني في تخفيف حدة. لكن احنا هنا تاني بنرجع لفكرة التوافق مع من بصراحة يعني طلبت خط يديهم. دي متوقفة على ما هو الهدف النهائي الذي نسعى إليه، هل نسعى إلى إدماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية أم أننا نسعى إلى إقصائهم تماماً؟ إذا كنا نريد أن يندمجوا في الحياة السياسية بقواعد القانون، بقواعد القانون ونقلل من خطر أن يعني يقرر فريق منهم أنه العمل السياسي السلمي لا جدوى منه، والأفضل العودة إلى الممارسات التي كانت موجودة في الأربعينات وفي الثمانينات وفي التسعينيات. يعني هذه المسألة يجب أن تكون واضحة، يعني إذا ما كان الهدف هو إعادة دمجهم في الحياة السياسية كما يقال لها، يبقى في هذه الحالة لابد من إجراءات بناء الثقة، وربما ينبغي البدء في هذه الإجراءات من الآن، وربما هذا هو الذي سوف يشجع على يعني فض هذه الاعتصامات بأقل. بس ممكن هذه الإجراءات بالعكس تؤدي في النهاية إلى، عايز ترد يا أستاذ نصر؟ لا عشان أنا هقفل. طيب أنا بس عايز أقول حاجة، إنه المرحلة اللي جاية بتصور إنها نحن بحاجة إلى نحن لسنا بحاجة إلى قواعد بناء ثقة، نحن بحاجة إلى قواعد بناء دولة ديمقراطية. فرق كبير جدا ما بين الاثنين. الدولة الديمقراطية تسمح بالمشاركة السياسية لكل المواطنين، و بعد أن نرثي قواعد الدولة الديمقراطية، وقواعد الدولة الديمقراطية هي الآتي: واحد، لا عنف، لا سلاح، لا متجرة بالدين، لا إدخال ما بين دين وسياسة. دي قواعد الدولة الديمقراطية الأولى. موافق. ثم بعد ذلك ندخل في الاستيعاب والإفراج. طيب. أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ ناصر أمين. أتمنى أن المظاهرة ترجع رابعة تتسحر هناك، أو بقى الجماعة في المخابرات الحربية ممكن ينزلوهم سحور، يعني لو عايزين ننزلهم سحور ونبتدي بقى نشوف سيادة القانون في هذا الأمر. بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد.